بص، احنا كنا عملنا السنة اللي فاتت حاجة اسمها العلاج الجدلي السلوكي. هل ده علاج ممتاز اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت ده؟ اه ممتاز، اتعلم منه تقنيات جميلة جدا. طب هو العلاج اللي انت هتعمله دلوقتي ده هو نفسه، هو شكله اسمه معرفي، سوري، الاولاني المعرفي الجدلي، ده المعرفي السلوكي، يعني في تقارب؟ لا، ده طريقة برضو مختلفة وممتاز برضو وهتتعلم منه حاجات. طيب هو هل ده بديل اللي انا هقوله النهارده ده بديل على انك تشوف طبيب نفسي اذا كنت تعاني من الامراض النفسيه؟ طبعا لا. طب هل هو ده بديل ان انا اعمل علاج نفسي والدكتور ما اشوفش دكتور واتعلم الحاجات دي؟ برضو لا. اللي انا بقدمه النهارده دي حاجات كلها كومبلمنتري، يعني بتكمل رحله علاجيه انت المفروض عاملها، لان ممكن العلاج ده محتاج دواء، ممكن العلاج ده محتاج حجز في المستشفى. يعني ممكن الموضوع ابسطه لك، عارف انت ممكن لو انت عاوز تخس مثلا وتلعب رياضه، ممكن يبقى عندك بيرسونال ترينر، صح كده؟ هو بقى عارف جسمك وعارفك وعارف تقدر على ايه وتلاقيه بيديك ايه كير اعلى. طب نفترض انت مش هتقدر تتحمل تكلفه بيرسونال ترينر ومفيش وقت وبتاع، في فيديوهات بقى وكورسات لتعلمك ايه الاكل الصحي عامل ازاي، الرياضه الصحيه عامله ازاي، اما تعمل تمارين عامله ازاي. فدي دي نوعيه من الكير ودي نوعيه تانية من الكير. انا يعني الكورس ده هيفيد الاطباء المتدربين، هيفيد الكونسلر، هيفيد المرضى. احنا هندرسه ازاي النهارده والمره الجايه، هتكلم على اسس عامه كده في طريقه العلاج ده. مش هقول لك ازاي هستخدمها في علاج القلق والاكتئاب والادمان، ده بعدين بعد المرتين دول. النهارده بس شويه اسس. الاسس دي مهمه لل 20 حلقه اللي جايين، من غيرهم يعني انا انصح ان انت لازم تسمعهم. طب افرض انا سمعتك النهارده وما فهمتش قوي، انت حاطط حاجات في الشات برضو غريبه، اسامي غريبه وما فهمتش قوي، مش مهم، لان احنا الكلام ده هنعيد ونزيد فيه مليون مره. بس هنا الفاونديشن، هنا الف ب ت كده، في ناس تعلمها اي بي سي في الاول تلاقي تايه كده، بعد شويه بقى لما تبدا تعلمه كلمات وتعلمه تغيث في الموضوع اكتر تلاقي اي بي سي دي بقت اسهل. anyway، طيب نخش. هو العلاج بيتعمل ازاي؟ العلاج اللي هو كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، بص، معتمد على ثلاث محاور اساسيه. ان انا بحاول اغير الافكار، فلما الافكار تتغير متوقع ان المشاعر تتغير، فلما المشاعر تتغير السلوك بيتغير. حلو. طيب يعني انتوا بتعتمدوا تغير، يعني دي يعني ايه برضو؟ يعني انا واحد عنده افكار سوداويه، افكار سلبيه، ده هيحس ايه؟ يعني يحس انه مبسوط؟ لا، هتلاقي عنده دايما مشاعر اكتئاب، مشاعر تعب، مشاعر قلق، مشاعر خوف. هتلاقي ده يؤدي لسلوك عامل ازاي؟ هتلاقي السلوك بقى بيتجنب حاجات، مواقف كتيره، مش جريء، مش راضي يروح الشغل، مش راضي يروح المدرسه، ما بيكلمش، ما بيتقدمش لاي واحده لان ممكن يرفضوني. فتلاقي في مشاعر كده، سوري، سلوكيات سلبيه بتحصل. فتاني الافكار هتؤدي المشاعر، المشاعر تؤدي للسلوك. في الموديل ده اوف تريتمنت احنا بنبدا بالافكار ونتوقع انها تغير المشاعر والسلوك. حلو. طيب احنا ممكن نبدا على فكره بالسلوك، والسلوك يتغير الافكار والمشاعر، بس ده مش هنركز فيه دلوقتي. يعني مثلا ممكن واحد نقول له ايه، هو مكتئب وعنده كل الافكار السوداويه اللي في الدنيا والمشاعر، بص، اكتئاب وفقدان الشغف وتعب واحساس بقى، بص، كل مشاعر الاكتئاب اللي تقراها. حلو. فده مش عاوز يتحرك من بيتهم. اقول له لا، بص، بلا نغير افكار بلا نغير مشاعر، بقول لك ايه، انزل اتمشى. يا عم لا، مش عاوز، الدنيا ما فيش امل. يا عم انزل بس اتمشى كل يوم. حلو، انا ابتديت بالسلوك. تلاقي لما ينزل يتمشى يقول لك تصدق انا انبسطت، ايه ده، يعني المشاعر اتغيرت، تصدق انا شايف في امل في الحياه، ايه ده، يعني الافكار اتغيرت. يعني انا ساعات ممكن ابدا بالسلوك، بس دي يعني مرحله ايه، مختلفه شويه عن الموديل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. احنا علينا الافكار بتؤدي الى مشاعر والمشاعر تؤدي الى سلوك. طيب لسه داخله، انا شايف ناس كتير لسه داخله. احنا انا هتكلم لمده 20 او 30 دقيقه، وبعد كده هناخد ديسكشن في حدود 45 مينت. ال 45 مينت دي هتبقى اسئله، يعني تسالوني اسئله عامه او اسئله على الموضوع، احب انها تكون اسئله على الموضوع. بس خد بالك ان طبعا السيشن دي متسجله، فما بحبش اسئله تبقى يعني شخصيه قوي، يعني اتكلم عن الاسئله بصوره عامه. طيب قلت لي افكار بتغير المشاعر، مشاعر بتغير السلوك. حلو يا عم. اديني مثال حقيقي. اقول لك مثلا واحد عنده اكتئاب،
عارفين أسوأ أنواع الاكتئاب اللي هو تنام تصحى تلاقي نفسك مكتئب كده، يعني تفتح يعني عينيك تفتح كده تلاقي غمامة نازلة عليك. حلو، ده يعني العلامة دي من علامات إن ده مش رياكشنال ديبريشن، عارفين اللي هو اكتئاب تفاعلي اللي هو فقد مامته فمكتئب عادي، من كلنا كده ضاع منه الشغل مكتئب، ده عادي ده بيخف بسرعة. إنما اللي هو ما بيبقاش فيه سبب وتقوم من النوم كده على الصبح تلاقي غم سواد كده، مع ان انت شاطر جدا وغني جدا وعندك اسره ويعني كل اللي يتمناه اي انسان بقى عندك، بس في غم من الداخل كده. المهم ده كلينيكال ديبريشن. تخيل ان في راجل عنده كلينيكال ديبريشن ده هيقوم بقى عنده بقى بافكار سلبيه. الافكار زي ايه مثلا؟ ما في هوبلسنس مثلا، ما فيش امل في الحياه، ما انا فاشل في كل حاجه، ما فيش حاجة بنجح فيها. طيب انت لما واحد يبقى يبدأ يومه كده بالأفكار اللي هي نسميها معتقد الفشل ومعتقد عدم الأمل، ايه المشاعر اللي هتطلع عن المعتقدات الجميلة دي؟ طبعا يبقى فيه اكتئاب، فقدان شغف، زهق. طيب ده الراجل ده بقى اللي انت قايم على الصبح بالطريقة دي في الأفكار هيروح الشغل؟ لا، ده هيشد البطانية كده على وشه ويتني نايم ويقفل الأوضة على نفسه، وتلاقي بابا وماما بره ولا مراته ولا عياله عمالين يخبطوا الباب عشان يفتح وهو مش عاوز يفتح لأنه مش قادر يفتح. يقول لك مش قادر أحرك إيدي أصلا، مش قادر أحرك رجلي من كتر التعب. ولو بصيت قوي من كتر التعب يعني إيه؟ يعني من كتر الاكتئاب، من كتر الكآبة اللي أنا فيها. وكل ده تلاقي سببه إيه؟ أفكار سوداوية. طب اللي أنت شرحته ده يا دكتور يعني هو عنده أفكار غلط، شايف الدنيا سودة وهي مش سودة، ده لأن بابا علمه كده ولا أمه علمته كده ولا عنده السيروتونين زي ما بنسمع أنواع الدوبامين والحاجات دي بايظة ولا ده عاوز دواء ولا إيه؟ بص، استعدادك للأفكار السلبية ده في جزء منه جيني وفي جزء منه تعليمي، يعني إيه بيئي. فإحنا النهاردة مش جايين نتكلم على سبب المرض النفسي، بس ملخصا للموضوع إن في جزء جيناتك، يعني انت في ناس تميل الى الافكار السوداويه، هي مولوده عندها استعداد لهذه الافكار وهذه المشاعر وهذه الامراض. حلو، والنسب كبيره، يعني السكيزوفرينيا دي ممكن يكون الاستعداد الوراثي فيها 70%، ممكن الاكتئاب يكون الاستعداد الوراثي فيه 40-60%، الشخصيه 60%، الادمان 60%. شوف الاستعداد الوراثي كبير جدا الجينات يعني. وفي البيئه بقى، ان انت باباك كان كده وعلمك الافكار السودا دي وانت اتعلمتها او تعرضت للصدمات او كده. بس anyway انا مش جاي دلوقتي اغير الجينات بقى، مع ان هو ده المستقبل بتاع الطب النفسي، ان احنا لو نقدر نوصل ان احنا نغير بطريقه ما الجينات بحيث جين الاكتئاب ده يختفي وجين السكيزوفرينيا يختفي، ده هيبقى قمة التطور النفسي، لأن الطب النفسي في هذه المرحلة من الزمان غير متطور تماما بمقارنته بالعلوم الطبية التانية، علوم القلب والبطنة والجراحة والكلام ده. طيب نخش، هو انت يا دكتور، طيب الراجل المكتئب اللي انت قلت لي عليه من شويه ده وشايف الدنيا سودة وشايف انه فاشل وشايف انه مفيش امل وكده، احنا بقى نحاول نعمل له ايه دلوقتي؟ انا احاول اغير الافكار دي لافكار ايجابيه، بس مش دايما بغيرها الافكار ايجابيه، انا بغيرها الافكار منطقيه. ما هي الحياه فيها سلبيه، ما يمكن هو فاشل فعلا يعني، ويمكن مفيش امل ورئيسه في العمل هيطرده والراجل ده هيبات في الشارع كمان شهر، ما يمكن في كده. بس انا مش عاوز لما يكون البروبابيليتي مش عالية قوي كده تكون انت مكتئب كده، يعني يكون انت ناجح 99% من الحاجات اللي بتعملها انت ناجح فيها، حاجة واحدة بس يمكن انت فاشل فيها. ولما اسألك ايه اخبارك وايه اخبارك في الحياة تقول لي انا فاشل في كل حاجة 100%. 99 انت ناجح، شايف ان انت 99% انت فاشل؟ لا، في حاجة غلط. فانا عاوز اغير ده، تفكير غير منطقي، سيبك من ايجابي وسلبي، انا عاوز اغيره لمنطقي. وهو ده هدف بقى يا جماعه الايه؟ العلاج المعرفي السلوكي، ان انا هبص على البروبابيليتي واللايكليود والباترن، يعني احتمال الطريقه اللي التفكير اللي انت بتفكر فيها دي احتماليتها قد ايه. والله انت شايف الدنيا سودة وهي فعلا سودة وب 100% وكل الناس تحلف انها سودة، ده كويس ان انت تشوفها سودة عشان تشوف حل او تشوف ناس تساعدك او تروح المستشفى او تعمل حاجه يعني ايجابيه تحركك. انما لما تبقى كل الناس شايفه انها ايجابي وانت الوحيد اللي شايفها سلبي، يبقى ده كده اسمه الراشونال ثينكينج، اللي هو تفكير غير او انرياليستيك، تفكير غير منطقي. ماشي، يبقى احنا هدفنا في التفكير ده او العلاج ده ان انا اغير الافكار من افكار غير منطقيه الى افكار منطقيه.
ماشي. بص، النهاردة هنركز على حاجتين مهمين، هما دول اللي أنا حطيتهم في الشات. لو أرجع للشات، لأول الشات كده، حاجتين مهمين أنا هركز عليهم، لو عرفتهم هتبقى قادر تفهم معايا الكورس كله. يعني احنا في العلاج المعرفي السلوكي ده في حاجتين، حاجة اسمها core beliefs، هي المعتقدات المحورية، تمام؟ وحاجة اسمها cognitive distortions، اللي هي التشوهات المعرفية. عادي عادي، انا عارف ان انت تسمع ايه المعتقدات المحورية وتشوهات المعرفية يا عم لا، اكلمك بالطريقة البلدي دلوقتي هتفهم ان الكلام ده اللي انا حطيته في الشات. اول حاجة شوية سلسلة كده، failure, unlovable, unlikable، هالبقى شوية دول، دول اسمهم الكور بليفز، المعتقدات المحورية. بعدها وكده في الشات برضو انا حطيت بوست تاني، حاجة اسمها شوية كلمات ورا بعض كده، rationalization over generalize، مش عارف ايه كلام من ده. عادي عادي، كل ده هنقوله بالعربي، انسى اصلا الانجليزي. انا حاطط الكلام ده ليه؟ عشان الطلبة اللي في كلية الطب اللي تخصصوا امراض نفسية في المرحلة الاولى في حياتهم بيبقوا بيدرسوا الكلام ده بالانجليزي، مش فاهمين اصلا ايه اللي بيتقال ده. وانا مريت بهذه المرحلة وكلنا مرينا بهذه المرحلة، فكان نفسنا ساعتها طبعا ما كانش موجود ان حد بالعربي كده بالبلدي كده يشرح لي الكلمات دي يعني ايه، عايز اخش في الامتحانات اعرف اجاوب واقدر اعرف امارس هذه الطريقة في العلاج. طبعا في كورسات اطول وفيها جزء عملي في شرح العلاج المعرفي السلوكي. طبعا انا الكورس اللي انا بقدمه ده مش في، مش هاجي انا اقعد جنب، يعني انت المفروض كتدريب على علاج نفسي لازم هيبقى في سوبرفايزر قاعد جنبك شايفك وبتكلم العيانين وبيعمل لك تقييم. يعني هنا احنا بنعملها ازاي، بيبقى العيان المتدرب بيقعد مع العيان ويتكلم معاه، وبيبقى قاعدين في اوضه مقفوله بس في جانب من الاوضه دي ازاز، العيان مش شايف الازاز، ورا الازاز ده كل بقى الايه الدكاتره اللي هي بروفيسورز والناس المتخصصه قاعدين يتفرجوا عليك وانت بتكلم العيان. طبعا ما انت يعني بيبقى العيان قايلين له ان في ورا الازاز ده ناس بتراقب، عشان ده حاجه تدريبيه يعني، فده ويقعدوا يصلحوا لك في الطريقه اللي انت بتتكلم فيها والطريقه اللي بتعالج بيها المرضى. بس يعني ايه، طبعا ده مش هنقدر نعمله، ده عاوز كورس كبير ياخد سنين. اللي احنا بنعمله دلوقتي ان انا بديك الافكار العامه اللي تخليك انت بعد كده لوحدك تقدر تقرا كتب وتقدر تشوف كورسات وتقدر تعدي امتحانات. يعني انت اللي بيمتحن طب النفسي ما بيبقاش محتاج يخش قوي، لان الطبيب النفسي مش لازم يتدرب في الحاجات دي قوي. هو الطبيب النفسي دوره العلاج اللي هو الدوائي اكتر من ده، بس لازم يكون عارف ده معلومات شبه سطحيه زي ما انا بقدم كده. طيب نرجع للنقطه الاساسيه. صحيح يا دكتور، هو اللي انت بتقوله ده في منه كتب؟ في كتب كتيرة اسمها علاج معرفي سلوكي. في كتاب مشهور كده اسمه العقل فوق العاطفة، العقل فوق العاطفة، ده كتاب علاج معرفي سلوكي، أشهر كتاب مكتوب أصلا بالناس اللي اخترعت النوعية دي من العلاج. هتلاقيه هو بالانجليزي اسمه مايند اوفر مود، مايند عقل فوق، اوفر مود يعني فوق المزاج او فوق العاطفه، ان ازاي انت تتحكم في افكارك فتاثر هي على مشاعرك. فانت عاوز تجيب الكتاب ده بالانجليزي مايند اوفر مود يبقى 100 100، عاوز تجيب بالعربي هيبقى اسمه العقل فوق العاطفه، هتلاقيه موجود في المكتبات الكبيره اللي في مصر. لو حد في كتب كتيره، ده واحد منهم اللي انا فاكره، في كتب كتيره بالعربي بتشرح العلاج المعرفي السلوكي. يا ريت يا جماعه اللي منكم يبقى عارف الكتب دي عاوز يحطها هنا، واسم المكتبه مكتبه مدبولي او كده يحطها في الشات، بحيث الناس تبقى استفادت وعرفت ممكن اجيب لو عاوز اعرف اكتر عن العلاج. طيب ارجع لي بقى، انت قلت لي هتعلمني حاجتين النهارده، سهلي، هما كلمتين، حاجه اسمها كور بليفز وحاجه اسمها كوجنيتيف ديستورشن. طيب ايه الكور بليفز دي؟ اللي هي المعتقدات المحوريه. يعني ايه معتقد؟ في ناس كده بيبقى عندها معتقدات افكار معينه، اوكي، راسخة بقى وثابتة في المخ بتخليه يشوف، هي دي اللي بتبقى العدسة اللي شايف بيها الدنيا. يعني أنا لو ركبت لك نظارة دلوقتي العدسات بتاعتها زرقاء، العدسات بتاعتها زرقاء، هتشوف الدنيا إيه كلها؟ زرقاء. ليه؟ لأن الحاجة اللي راكبة على عينك اللون الأزرق. طب لو بقت خضراء هتشوف الدنيا خضراء، طب لو عدسة جري هتشوف الدنيا كلها جري. هو اعتبر المعتقد ده كده برضو، المعتقد ده حاجة كده زي ما يكون في المخ بتخليك تشوف
الحياة كلها والناس والتفاعلات والشغل والعمل والدراسة ومراتك والعيال والمشاكل خلال هذه المعتقدات. طيب اديني امثله عشان افهمك. بص يا عم، في معتقد مشهور جدا وبيحصل عند معظم المرضى النفسيين اللي هو فيلير، اللي هو الفشل، اللي هو انا حاسس ان انا فاشل، يا عارفين يا فاشل يا فاشل. في ناس بتبقى ده معتقد موجود عندهم. لو راح شغلانه اول فكره بتجيله في دماغه هفشل، لو ابتدى يدرس مثلا رياضيات ما عنديش الموهبة للرياضيات، لو ابتدى يتقدم لوحدة وبيخطبها أكيد هترفضني. حلو، المعتقد اللي بنسميه فيلير أو فشل ده بيطلع ألفات من الأفكار، بنسميها أوتوماتيك ثوتس، اللي هي أفكار تلقائية. تلاقي كده إيه يعني، يخش الفشل راكبه كده، يخش داخل خطوبة هترفضني، داخل أتعلم كورس بيانو ما عنديش الموهبة الموسيقية، داخل يوم اخش كليه طب يا عم انا هفهم كل كده 7 سنين واقعد ادرس الكلام ده كله يا عم انا فاشل. فاهم انت؟ فتقعد تترجم الحياه كلها في محور واحد بس اللي هو المعتقد اللي هو فيلير. فهمت الفكره؟ احنا بقى ايه، هرص دلوقتي شويه معتقدات، هي المعتقدات دي كلها تسبب المرض النفسي بانواعه المختلفه، من قلق لاكتئاب لتوتر لادمان لقرب ما بعد الصدمه فشل في العلاقات وهكذا. طيب انت دكتور هتعلمنا. حلو، انا حاسس كده من كلامك اللي انت هتقوله دلوقتي هيبقى فيه كتير منه عندي، هتعلمنا بقى النهارده ازاي نغيره؟ لا انا مش هعلمك النهارده ازاي اغيره، انا هعلمك النهارده تفهمه وتشوفه، واحتمال تحس ان في بعض منها المعتقدات دي عندك. هو ده اللي انا عاوزك، لو انت عاوز تستفاد الصراحه من الكورس ده، انا عاوزك اللي انا هقوله الانواع المعتقدات دي، حاول وانت قاعد كده في ورقه وقلم جنبك كده تفكر اني واحد فيهم احتمال يكون عندي. اوكي، اني واحد فيهم احتمال يكون عندي وعاوز اشتغل عليه. طيب احنا هنعمل كوربلي وهنعمل كوجنيتيف ديستورشن اللي هي التشوهات المعرفيه، برضو حاول تشوف اذا كان فيهم اي نوع من عندك، لان انا حابب بعد ما نخلص الكلام بتاعي ده ان انت تقول لي يعني اذا انت يعني عادي ان انت تحاول تقول لنا يعني ايه اللي انت بتعاني منهم، ايه المعتقدات المحوريه السلبيه اللي انت يعني بتكرر كتير في حياتك ونفسك تغيرها. اوكي، احنا قلنا واحد منهم فيلير، اللي انا ايه فاشل وان انا مش هنجح في حاجه. التاني انلافابل وانلايكابل، اللي هو انا غير محبوب، الناس ما بتحبنيش. طبعا لو انا داخل قاعد اتعرف على مجموعه اصدقاء وانا اصلا عندي في دماغي محدش هيقبلني، اصل انا رخم، اصل انا تقيل كده في القعده. اوكي، انت متخيل لو انت داخل قاعده وانت الافكار دي موجوده عندك، هتاثر على الفيشال اكسبريشن، هتاثر على التون بتاع صوتك، هتاثر على البودي لانجوج، هتلاقي الناس فعلا مش بتحبك. فلازم الفكره دي، المعتقد ده نشيله. انت في ناس لما بتبقى كده بيبقى اسباب بتسميها بيبل بليزر بقى، يعني انا مقتنع ان مفيش حد هيحبني في الدنيا. طب انا لازم اعمل ايه؟ انا لازم اطاطي بقى للناس واعمل لهم كل اللي هم عاوزينه عشان يحبوني. حلو، ان شاء الله بقى بيسموها يعني في كندا بقى الدور مات بتاعتهم، ابقى السجادة، عارف السجادة يمسحوا رجلهم عليها، انت فاهم؟ وحاول بس ابقى براضي فيهم ومش مهم. ده طبعا هيعرضني للاهانه والضرب والسرقه والاختصاء، هيعرضني لحاجات كتيره اذا انا بيبل بليزر، يعني دي مش حاجه سهله يعني. طيب يبقى قلت لي احساس بالفشل، سوري، الاعتقاد بالفشل ده غلط، الاعتقاد بان انا غير محبوب ده غلط. عندنا برضو حاجه اسمها هيلبلسنس، ان انا ما اقدرش اساعد نفسي ومحدش يقدر يساعدني، مشهور في الاكتئاب ده. لا يا عم انتوا اللي هتعرفوا تتغيروا في الموقف اللي انا فيه وانا مش هقدر اساعد نفسي اصلا. طيب في نوع تاني اسمه وورثلسنس، تاني انا كاتبهم الانواع دي في الشات، لو رجعت في الشات هتلاقيني كاتبهم كلهم. وورثلسنس اللي هو بلا قيمه، انا نو فاليو، انا ليس لي قيمه. طبعا لو بنت شايفه انها بلا قيمه، متخيل كميه الضياع اللي ممكن تحصل بهذه الفكره. لسه من يومين كان عندي مريض هو سي او في شركه كبيره جدا، سي او ده يعني رئيس الشركه كلها، حلو، عامل نجاحات، عنده 60 سنه، عامل نجاحات كتيره وبتاع، وعنده 3 ولاد ورباهم كويس وعنده بيت يعني كل حاجه، عارف كل اللي بتبقى حاجه. يقول لي بص نو فاليو، انا ام ناثينج.
ف ليه كل ما كان عنده اكتئاب يعني، فكل ده من الاكتئاب. مش شايف ان في فاليو في كل اللي عمله في حياته، مش شايف ان ربى عيال ده كويس، مش شايف ان هو نجح، مش شايف ان هو، وشخصيته مراته بتقول ان هو طيب جدا، حتى شخصيته الحلوه مش شايف ان هي حلوه يعني، شايف انت بلا قيمه. خلي جاب لنا اكتئاب نفسي انا شخصيا. دي نقطه تانية برضو، ان العلاج النفسي ده بعد فتره بيأثر عليك يعني. انت في اي حد هنا من المشاركين بيشتغل في المجال ده، في ريسك عالي جدا ان انت هيحصل لك بيرن اوت. حلو، فانت لازم بتغير بقى الايه. انا يعني بشتغل 3 4 شغل، انا ما بشتغلش دي بس يعني، انا فاميلي دكتور وكونسلر وادكشن، ده يعني بشتغل حاجات تانية في الطب الطبية برضو، ومدير عيادة وبتاع. فالدنيا متوزعة، بس انت لو قعدت انت كل من تصحى الصبح من 7 الصبح ل 8 بالليل انت بتكلم مرضى نفسيين وبتعمل لهم علاج نفسي، لازم تاخد ريست، لازم بريك كده، لان انت هتتعب. طيب في نوع تاني اسمه اباندمنت، اللي هو ايه ده بقى؟ الهجر، اعتقاد كده ان كل الناس هتسيبني، بابا هيسيبني وماما هتسيبني وجوزي هيسيبني. طبعا لو انت مقتنع ان كل الناس هتسيبك، اجرانتي يعني 100% يعني 50% من الناس اللي انت عارفهم هيسيبوك. ليه؟ what you hold in mind tend to manifest، عارفينها دي بالانجليزي، الفكره اللي في دماغك هتتحقق، واللي بيخاف من العفريت يطلع له. فبالانجليزي بس ما الخوف من الهجر او الاعتقاد بالهجر، ان انا مفيش حد هيكمل معايا. طبعا بتبقى مشهوره قوي دي في البوردر لاين، في الشخص الحديه. في نوع تاني اسمه مستراست، عدم الثقه، ان انا ما اقدرش اثق في الناس اللي حواليا، والناس كلها هتبيعني. طيب في فولنربيليتي اللي هو اللي هو ايه، عدم الامان، حاسس بعدم الامان في العلاقه، عدم الايمان طبيا، حاسس ان هيجيلي سرطان واموت، حاسس عدم الامان ماليا فاينانشالي، فعشان كده بيبقى بخيل لانه حاسس ان كل فلوسه ممكن تضيع. فعدم الامان ده برضو موجود طبعا، بيزيد في الناس اللي تعرضت لصدمات وهي صغيره، واللي اهلهم اهملوهم، فهو من الاول اصلا في عدم امان في البيئه اللي كان فيها. الناس طبعا اللي هي اللاجئين اللي بيتعرضوا في دول فيها حروب في السن الصغير، طبعا بشوف لان كندا بتستقبل لاجئين كتير جدا، بشوفهم طبعا بيبقى في حاجات اتكسرت يعني. انت لو اول 6 سنين في حياتك انت قاعد في معسكرات لاجئين، يعني هتجيلي نفسيا مالك يعني، هتبقى كويس اكيد في مشاكل كبيره. طيب في نوع تاني اسمه ايموشنال انهبيشن، اللي هو كبت المشاعر او منع المشاعر. ده معتقد كده بيقول لك ايه، ان انا لازم ما اعبرش عن مشاعري، اكتمها. فهتقول لي يعني ايه، مش فاهم. مشهور في الرجاله اللي هو مثلا ايه، يبعد في موقف كده حاسس بالحب المفروض يقول لها بحبك، بس ليه مش جاله فكره كده، فكره تقول له لا، ما تقولش ما ينفعش نعبر عن المشاعر، بس لو عبرت عن المشاعر هيبقى في مصيبه، هتحصل حاجه. يبقى قاعد في عزا، واحنا في العزا المفروض نقول له ايه، بيه في حياتك ومش عارف ايه وكده، تلاقيه برضه عاوز يقولها بس كاتمه. هتلاقي في اي موقف في مشاعر، مشاعر عزا، مشاعر حب، مشاعر كره، مشاعر صراعات، اي مشاعر حلو، المفروض هو يعبر عنها او يستقبلها، هتلاقيه مش مظبط. يبقى قاعد كده مع حد، وحد مثلا فتح له قلبه وقال له بص، ده انا وانا صغير حصل لي 1 2 3 وانا مش عارف ايه، ويبدا يعيط وكده. انت المفروض مثلا صديقك ده تحضنه وتطبطب عليه، تلاقي نفسك قاعد مش على بعضك، المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ يا ريته ما قال. حلو الكلام. فده اسمه برضو معتقد ان انت بتحس ان انت تعبير عن مشاكل المشاعر او استقبال المشاعر ده حاجه غلط. في برضو حاجه اسمها ايموشنال ديبرايفيشن، اللي هو بيبقى حرمان المشاعر، اللي هو ايه، المعتقد ان انت مفيش حد يقدر يفولفيل ماي ايموشنال نيد، يعني محدش هيحس بيا. ده مشهور في البوردر لاين اللي هي الشخصيه الحديه، محدش هيحس بيا، محدش هيفهمني. انا لو عبرت عن مشاعري ما حدش
بنسميها ايه يعني، ياخد باله مني او يتبناني او ياخد باله من احتياجاتي العاطفيه. طبعا ايموشنال انهبيشن وديبريفيشن مختلفين اللي انا قلتهم دول، يعني واحد عنده بيبقى كبت للمشاعر، واحد عنده فكره ان مفيش حد هيحس بيا. طيب ناخد اخر ثلاث انواع، في نوع اسمه انتايتلمنت اللي هو الاستحقاق، ده عكس دول بقى، ده بقى عنده معتقد ان انا اهم واحد. طبعا ده مشهور في الشخصيه النرجسيه. انت شايف، بص كل اللي انا بقوله ده اساس في الامراض، هتلاقي اجزاء من الامراض بقى. طبعا احنا هو انت يا دكتور هتكمل العلاج المعرفي كده بالطريقه اللي انت عمال ماشي بيها، عمال تشرح لي النقط كده؟ لا، احنا بعد كده هنخش في المرض، المرض الاكتئاب عاوز اعالجه باستخدام هذا النوع من العلاج، اعمل ايه؟ هو ده اللي هنعمله قدام. انما دلوقتي بس بديك الفكره، عشان انا يعني انا بعالج الاكتئاب هقول لك فاكر الفيلير بقى، فاكر اللي هو احساس بالفشل موجود هنا، وده بنعمل فيه 1 2 3، فانت تبقى فاهم يعني لف عليك كل الانواع الكور بليفز السلبيه، منهم بقى زي اللي قلنا الايه انتايتلمنت اللي هو استحقاق، عارف انت اللي هو يخش كده لازم كل الناس تقف اول ما اخش وكل الناس تحترمني ويدوني اول كرسي، ولو في طابور ما اقفش الطابور انا في الكلام ده، لا 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 طابور ايه، وانا ايه، وانا واحد عادي يا جماعه، انا لا لازم اعدي الطابور والكلام والطريقه دي. طبعا بتبقى مشهوره في مجتمعات اللي فيها طبقات مختلفه، بتبقى مشهوره يعني المجتمعات اللي ما فيهاش عداله اجتماعيه تلاقي القصه دي مشهوره قوي. في المجتمعات اللي فيها عداله اجتماعيه مثلا في كندا هنا، لو الوزير دخل او ضابط كبيره او مش عارف مين او ايه او ايه، او في طابور هو لازم يقف في الطابور، ضغط على نفسه وبيقف في الطابور، لا هو اوتوماتيك اصلا الناس متوقعه انه هيقف في الطابور وهو فاهم ان هو بيقف في الطابور وعادي جدا. طيب البانشمنت ده نوع تاني اللي هو العقاب، ان انا لازم اتعاقب، واحد عنده احساس كده ان اتعاقب، ان انا المفروض اتعاقب، ده نتيجة ان في احساس بالذنب كبير. طيب ان انا اتعاقب دي يعني يحط في نفسه في مواقف بقى ان هو يتعاقب فعلا، ممكن يعمل غلطات بسيطة عشان الناس تعاقبني، ممكن يتم تجنيس هذه المشاعر تظهر في صورة جنسية، عارفين بسمعوا عن السادزم والمسوجيزم والكلام ده، ان هو بتشوف واحد في العلاقة واحد بيضرب اللي قدامه، واحد بيستقبل الضرب. تفسير من احد تفسيرات المشكله دي بتحصل ليه، لان هو طبعا مش في جزء بيولوجي في الموضوع ده، بس يعني احد التفسيرات النفسيه ليه ان انت في واحد عنده احساس كبير بالذنب وعنده معتقد محوري بالعقاب ان هو لازم يتعاقب. طبعا انت لو داخل شغلانه جديده وحاسس ان انت هتتعاقب هيبان عليك وعلى كلامك وكده، فهتلاقي رئيسك في العمل بيعاقبك يعني بيديك خصم مثلا، هتلاقي مراتك بتديك على دماغك، ليه؟ لان انت عندك استعداد لتقبل هذه النوايا من الفكره. اخر حاجه insufficient self control اللي هي عدم القدره على التحكم في الذات، دي عند المدمنين اللي بص ما اقدرش امسك نفسي، انا بشوف الكوكايين ده بتهبل ما اقدرش امسك نفسي، انا بشوف الهيروين ما اقدرش امسك نفسي، فعدم القدره على التحكم في النفس دي برضو معتقدات محوري. طيب يبقى احنا خلصنا كده موضوع التعول مننا، احنا خلصنا كده المعتقدات المحورية. انا عايزك الفيديو ده لو انت ناوي تكمل معايا الكورس ده اسمعه كذا مرة، وانا هنزله على اليوتيوب برضو، اسمعه على اليوتيوب، وهحط في السبجكت كل الاسامي اللي انا قلتها دي بشرحها، حتى احط شرح بسيط كده عشان تبقى انت فاهمها، بحيث انت لو انت في امتحان كونسلنج او امتحان في الطب النفسي تبقى عندك الشرح والكلام اللي يتكتب اللي هي مذكرات، عشان قالوا لي في العلاج الجدلي ليه ما عملتش كده، العلاج الجدلي اللي انا حاطه على اليوتيوب هعمل فيه كده سوا، هحط فيه برضو كل المصطلحات اللي تم استخدامها في الكورس. طيب نيجي نخش بقى في التشوهات الفكريه، امر عليهم بسرعه. ايه يا عم التشوهات الفكريه دي؟ تاني الناس اللي لسه داخلة، احنا بنعمل حاجات اللي احنا بنتعلمه ده هيفيدنا في علاج الاكتئاب والقلق والتوتر
ان انت تقدر تتعرف على المشاكل اللي في طريقة تفكيرك. انا عاوزك النهاردة تعمل ايه وانت قاعد بتستمع كده ليا، تبقى معاك ورقة وقلم، ايه، واكتب كل اللي انت بتقوله. لا قلت لك هيبقى مكتوب على اليوتيوب، ما تكتبش. انا عاوزك تكتب الحاجات اللي تحس انها فيك، يعني موضوع انا قلت ايه، الفيلير مثلا، اه الفيلير ده، اه موضوع الفشل ده، احساس بالفشل عندي يخرب بيتك، اه كتبته. الشك المسترست، اه عندي يخرب بيتك، كتبته. الهيلبلسنس والهوبلسنس، ان مفيش امل في الحياه، عندي كتبته. دكتور يخرب بيتك، انا كل اللي انت قلته عندي. المرضى على فكره اللي عندهم قلق او اكتئاب هيحس يمكن معظم الكلام اللي انا بقوله عنده، I would say يعني 70%، لأن هي الحاجات دي منتشرة، ما بحددش مرض معين، منتشرة في معظم الأمراض، واللي احنا اتعلمه قدام ازاي نغيرها. أنا عاوز النهاردة بس إيه تعرف اللي أنت طريقة التفكير المشوهة دي اسمها إيه، وهل هي عندك ولا لأ. طيب نيجي بقى للإيه، cognitive distortion. احنا خلصنا حاجة اسمها core beliefs، معتقدات محورية، هنخش دلوقتي على حاجة اسمها تشوهات معرفية، cognitive distortion. طيب دي بقى ايه، دي معتقد، لا دي طريقة في التفكير. اكيد انت قابلت ناس طريقة تفكيرهم غريبة، سيبك من المعتقد ده، طريقة تفكير غريبة. عارف انت الكمبيوتر بيعمل بروسيسنج للمعلومات، او الاشخاص دي بتاخد معلومات من الحياة بروسيس كده، بتعملها بروسيسور كده غريب جدا وتطلع لك زبد منها، يعني حاجات غريبة. المهم اديني امثلة يا عم. اول واحد منهم اسمه، حطيت في الشات برضو، راشوناليزيشن، تبرير. ده ايه التبرير ده؟ يعني اديني مثال. مشهور قوي في الادمان، انت بتشرب كحول ليه يا ابني؟ مش هنبطل بقى الكحول، اه مراتي هي اللي بتعصبني، كل ما تعصبني اروح اشرب، كل ما تعصبني اروح اشرب. بنسمي ده تبرير، بيبرر السلوك السلبي بحاجه اوكي مش هي الاساس في الموضوع. انت بتشرب لانك مدمن، هو انت كل الواحد مراته تعصبه يروح يدمن؟ بس هو بيعمل الموضوع ده. ابنك او بنتك سقطت في الرياضة ليه؟ لان امها فشل، لو امها كانت اهتمت بيها كانت البنت دي نجحت في الرياضيات. يا عم ما يمكن انت اللي متنايل عليك ما تساعدها، ما يمكن هي البنت فتره نظافه ضعيفه وعاوزه كورس ولا عاوزه درس خصوصي. لا، فيقعد يبرر لحاجات موجودة بإكسكيوزز بقى مش حقيقية. أوكي، وممكن أعدلك بقى إيه كتير. أنا طبعا بشوف، عشان مش شايف الإدمان، بشوفها كتير. أنا بضرب عشان شغلتي فيها ضغط جامد جدا، أنا بشرب مخدرات لأن إخواتي ضدي وأنا بحاول أنسى اللي إخواتي بيعملوه فيا بال كده يعني. تاني واحد أوفر جنراليزيشن، اللي هو التعميم. يعني إيه التعميم؟ يعني مثلا ايه، كل الرجالة عصبية، كل الستات خاينة. طيب هيدا تعميم كده، ده حاجة غلط في التفكير. هو انا لما اقول كل الستات خاينة ماشي، وده انا شايف دي طريقة يعني في التفكير، اما اتجوز ومراتك قاعدة على الانستجرام أول فكرة هتيجي في دماغك إيه؟ إنها بتكلم واحد ومظبطة وعاملة علاقة ومعرفش إيه وبتاع، لأن أنا مقتنع إن كل الستات خاينة، لأن أنا عندي طريقة تفكير اسمها تعميم، فيا ريت نخفها دي. هي دي أساس الريسيزم والسكسيزم والكلام ده، والديسكريميشن والتمييز. عارفين بقى بلاش نميز، وبلاش نميز حسب الدين وحسب اللون وحسب الجنس وحسب الحاجات دي. المهم دي بتبقى الغلطة اللي في التفكير، فاحنا عاوزين نمنع الغلطة دي، او سوري نعدلها. طيب لما انا بقى شايف ان كل الرجالة عصبية، ها الست دي بقى اول ما تتجوز وجوزها كده ايه، صوته يعلى مرة ولا يعمل حاجة ولا ياخد رياكشن سريع كده، انت فاكرني بقى الجارية اهلك جايبها، انت فاكر انت هتتنطط، انت هتمدي ايدك بقى، الراجل ما عملش حاجة اصلا، كل الناس بتقول عليه اطيب راجل في الدنيا، بس هي عشان بتعمل الغلطه دي في التفكير. طيب في غلطه تانية في التفكير اسمها discounting the positive، اللي هي استبعاد الايجابي. تلاقي الناس السلبيه ما بيشوفش حاجه ايجابيه، يعني تلاقي مثلا عنده ناجح اخر السنه وجايب 100% في كل المواد في الثانويه العامه 100%، وماده بس جايب فيها 99%،
تلاقيه ينسى ده كله وعمال يعيط وقاعد يعيط يا عيني على 1% اللي هي في المادة وناسي كل بتاع ده. في ناس بتشوف ان هو بيتدلع، يا عم في ايه؟ يعني انت بتغزي العين ولا لا؟ هو فعلا مش شايف ال 100 في الميات اللي حصلت، هو شايف ال 1% اللي واقع ده. اوكي؟ فواحد يبقى عنده مثلا مراته تنميه بنفسها، مهتميه بالبيت وبتشتغل و ب... ب... وتلاته حلو في الكلام بس مثلا بطيئه شويه، بطيئه. في ناس بطيئه كده يعني بتعمل كل حاجه صح وكويسه بس بطيئه، تلاقيها ما هي بطيئه كده ليه؟ يا بنت اتحرري، يا اهزي نفسك. فتلاقي انت تقعد شوف ده هو ديسكاونت البوزيتيف، استبعد انها ام شاطره حلوه وتعمل نفسها ناجحه، اصلها عند بطيئه شويه، او انها وهي بتطبخ بطيئه شويه، بسم الله يعني انت اللي عادل قوي كده، يعني انت بتبقى عاوز تقول له كده. فدي طريقه في التفكير برضه هنتعلم في العلاج المعرفي السلوكي ازاي احنا انها استبعاد الايجابي، استبعاد الايجابي. طريقه تانية اسمها مايند ريدنج، اللي هو اقرا، تقرا اللي قدامك ازاي، يعني تبقى متخيل ان انت بتقرا دماغ الناس اللي قدامك. انا عارف الناس دي بتفكر في ايه، انا عارف الناس دي بتخطط في ايه، انا عارف جوزي ده هيخوني، انا عارف ابني ده بيعمل كذا كذا. طبعا هي بتبقى ديفنس ميكانيزم، يعني الواحد بيحاول يدافع يعني يحمي نفسه بان هو يتخيل هو فاهم الناس بتفكر بايه، بس طبعا بيسبب مشاكل. في نوع تاني اسمه ايموشنال ريزنينج، اللي هو المنطق العاطفي، اللي هو ايه؟ لو انا حاسس بحاجه يبقى صح. يعني ايه مثلا؟ يعني انا لو خايف، خايف يبقى في مصيبه هتحصل. طب لو انا حاسه مثلا ان بالذنب يبقى اكيد انا عملت حاجه غلط. المشكله بقى في الامراض النفسيه، امراض بتضرب المشاعر، فانت تلاقي احاسيس غريبه، فما ينفعش يبقى كل ده ليها ترجمه واقعيه معايا. فاحنا بنعلم المرضى دول ان انت انا عارف ان انت اللي انت حاسه بيه ده، انا عارف انت حاسه بيه، بس ده مش معناه انه فاكت، يعني انت حاسس انك فاشل صح؟ ده مش معناه ان انت فاشل، الناس كلها مش شايفاك فاشل، بس انت حاسس كده خلاص. ده لازم، انما لما تبقى اللي انت حاسه تبقى فاكر ان هو واقع، دي فيه مشكله. اوكي. في نوع تاني اللي هو فورشن تيلينج او بريدكشن، اللي هو قرايه المستقبل، يبقى متوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل. طبعا دي غلط برضو. ان انت تتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل، دي ودايما التوقع بيبقى توقع سلبي. برضو ما ينفعش نعتمد عليها، يقول لك انا عارف ايه اللي هيحصل، او انا حاسس بكده وعارف ايه اللي هيحصل. تمام. طبعا انا لا انكر ان الناس بعد لما بتتطور روحيا ونفسيا عند مرحله معينه بيقدر يحس، واللي بيحسه بيبقى حقيقه، واللي بيتوقعه بنسبه 90% بيبقى حقيقه. بس ما تعتمدش على الناس دي، يعني ما تفتكرش نفسك منهم. يعني من الاخر كده، اذا انت وصلت لهذه المرحله اكيد انت سمعت عن الناس هي تطورت نفسيا وروحيا، بقى عارف هو هيموت امتى وعارف ايه اللي ممكن يحصل في الزمن قدام وكده. وده بيحصل وانا شفته. بس نصيحه مني، ما تتوقعش ان انت واحد من دول. اذا هو ده هيحصل لك، انت هيحصل اوتوماتيك، انت مش هتبقى واخد بالك. اوكي؟ ومش هتتمنظر بيه ومش هتطلع تخاف منه ولا كده، دول بيبقى قمه السلام النفسي الغير عادي. بس حاليا انت يعني بلاش تعتمد على احاسيسك قوي، وخلينا بالفاكتس اللي هي الحقائق. والله الحقائق عندي 1 2 3، فانا هاخد الاكشن ده. يعني عشان كده مش عاوزين برضو جامبنج تو كونكلوجن، عارفين دي جامبنج اللي هو قفز للاستنتاجات بدون حقائق، ده برضو مش حلو. طبعا كومبير اند ديسبير، خلاص يا جماعه انا 3 دقايق بالظبط هنخلص. انا طولت، ما كنتش واخد بالي انها تطول معايا كده، انا اول مره الصراحه اقول الكلام ده بالعربي، فطول معانا اول مره، بس اوعدك المرات الجايه مش هنطول بهذه الطريقه، مش هنعدي نص ساعه. طيب اخر حاجه في الحاجات الكومبير اند ديسبير دي، دي كومبير اند ديسبير اللي هي المقارنات. طبعا دي انت عارفين المقارنات بتعمل مشاكل، بس ان انا اقارن الايجابي بتاعهم بالسلبي بتاعي ازاي؟ يعني السوشيال ميديا طبعا اساس في الموضوع ده. انا قاعد كده لقيت واحده زميلتي
حاطة صورة هي بتخرج مع جوزها وعيالها وبيتفسحوا مش عارف في هاواي ولا كاليفورنيا عند ريم ولا كده، ولا أشرف في أونتاريو، ولا الدكتورة آلاء في أمريكا، ولا الناس كلها في كل حتة. طيب ولا عند طارق في الساحل الشمالي، حلو كده. يعني حلوة، شايف صورة كده على الفيسبوك أنا قاعد مبسوطة وبيضحكوا، العيال كلها بتضحك وكده. أقوم أنا أقارن الصورة دي بخناقتي إمبارح مع جوزي، مش هقارن أنا برحلتي لشرم الشيخ، ما كنت مبسوطة برضه والعيال بتلعب في شرم الشيخ، بس لا أنا أقارن الإيجابي بتاعهم بالسلبي معايا. حلو. طبعًا أنت لما بتبقى قاعد طول النهار على السوشيال ميديا وهو أنت عندك، في ناس لا وقاعد على السوشيال ميديا عارف إن أنت طالع بالعيال، العيال دي طلعت عيال اللي خلفوك، أنت مش عارفين العيال أيًا كان الصورة اللي أنت حاططها لي كلكم بتضحكوا، العيال دي بص بالذات اكتر من عيل هيبقى صوتوا وعيطوا وعملوا بيبي على نفسهم، يعني ما تتخدعش في صوره محطوطه لك. حلو. العيال عندك في البيت بتصوت والعيال اللي عنده على السوشيال ميديا بتصوت برضه. لو انا قعدت بقى مقارنه السلبي بتاعي بالايجابي بتاعه، السلبي بتاعي بالايجابي بتاعه، بعد شهر هيجي لي اكتئاب، اوكي؟ بعد شهرين هطلب الانفصال لان انا الراجل اللي انا معاه او الست اللي انا معاها مش محققه لي الفرحه والجمال اللي انا شايفهم في الفيسبوك والانستجرام، فاهمين الفكره؟ طيب نوع تاني اسمه كاتاستروفايزيشن او كاتاستروفايزنج، اللي هو التفكير الكارثي. افكر دايما في كارثه هتحصل. يعني مثلا لو رئيس في العمل زعق لي، مثلا رئيس في العمل زعق لي يبقى هطرد، يبقى مش هيبقى في مرتب، مش هعرف ادفع الايجار، هبقى مرمي في الشارع، هبقى متشرد وعيال متشردين، هنموت من الجوع، وهذا السيناريو يعيشه وما يعرفش ينام مع ان هو رئيس العمل اداله فيدباك زي ما اي حد بيدي فيدباك، مش هينفع. طب يا دكتور ما في واحد قاعد دلوقتي انا عارفه اللي هو عاوز يسال، اللي انت بتقوله القصه دي وهيطرد، طرد من عمله، القصة أنت بتقولها دي ممكن تحصل فعلا. أيوه ممكن تحصل، ممكن تحصل فعلا، بس البروبابيليتي بتاعتها قد إيه؟ الاحتمالية إنها تحصل قد إيه؟ أنت عشتها في دماغك زي ما تكون هي بتحصل دلوقتي، يعني هي حاصلة فعلا حقيقية، هي تحصل 0.001%، واحد من 1000%، أقوم أنا أخاف عليها 100%؟ هو ده بس سي بي تي. أنا مش جاي أنكر إن الحياة، ما الحياة كلها معاناة، كل الأديان قالت لك كده، بوذا قال لك لايف از سفرنج. حلو. في الإسلام في ابتلاء، صح؟ في المسيحية في تجارب، صح؟ وضيقات، صح؟ كل هتلاقي كل الأديان بيدي هذه بمعاني مختلفة يعني، بس بيدي إن في مشاكل، في مشاكل، بس أنا بقى مش هينفع أبقى الدنيا ساكتة وهادية وعمال أخاف من مشاكل احتماليتها قليلة جدا. التفكير برضو البلاك اند وايت ثينكينج، اللي هو التفكير القطبي، اول اور نان، بلاش منه ده وبلاش منه في الجوازات والنبي. طبعا انا بوردر لاين، مشهور في البوردر لاين. دكتور نادر ده احسن دكتور في كندا، اوعى وشك، اجمد دكتور. انا بشوف دكتور نادر عطله ده يعني بص تعالج عند احسن دكتور عالمي. بعدين مثلا اتاخر على المريضه دي مره مثلا او مش في معادي، أسوأ دكتور، لا بيحترم الناس ومواعيدها ولا شايف شغله، وقاعد لي بس على الانستجرام عمال يعمل لي فيديوهات وهو بيضحك. تضحك على ايه؟ ده انت فقري. شايف انت طريقة تفكير؟ فكنت انا احسن واحد فجأة بقيت أسوأ واحد، وهكذا بقى في الشغل. يجي يهاجر كندا، كندا دي احسن مكان في العالم، وبعدين يلاقي نفسه بقى ايه، الجو ساقعه وفرص العمل مش كتير زي ما هو متخيل، ولو جالك فرصه عمل انت بتدفع نص فلوسك ضرايب، كندا دي اسوء بلد في العالم. لا يا حبيبي الدنيا مش كده، جوزي احسن جوز ربنا يخليه لي، ده يعني انا ما كنتش وبعدين جوزها يبقى ماشي معاها في الشارع كده تلاقي عينه زغت على واحدة حلوة كده، أسوأ جوز خاين زبالة أبعته لأمه بكرة. طريقة التفكير القطبي ده بتجيب مشاكل. هي أقول لك بقى حقيقة، هي الناس لا مش بلاك ولا وايت ولا أبيض ولا أسود، الناس جراي،
والاماكن جراي والاشخاص جراي، وكل واحد فيه عيوب ومميزات، وانت لازم تبقى ناصح شويه وراشونال شويه وتشوف العيوب والمميزات. خلاص، في حاجه برضو اللي هي الالزامات، الشود والماست، دي بلاش منها برضو. الزام اللي هو ايه؟ انا لازم، انا لازم، اه طبعا لازم اشتغل، لازم اهتم باولادي، بس مش تبقى كل حياتك لازم لازم لازم. ريلاكس شويه. ماجنيفيكيشن هو التكبير، اقعد اكبر في كل حاجه، اكبر اكبر حتى في السلبي او في الايجابي، فادي له حجم. مش زي ما اقول لك كده كندا احسن بلد في العالم، مصر ام الدنيا ما فيهاش اي مشاكل، اللي يقول ان مصر فيها مشاكل ده يبقى مخه تعبان. ام الدنيا احسن، يعني ما ينفعش كده، التكبير ده قوي ما ينفعش. اخر حاجتين بقى مهمين، انا شايف الاتنين مهمين قوي، اللي هو personalization اللي هو الشخصنه، بشوفها قوي في مرضى اللي عندهم dependent personality disorder اللي هو الشخصيه الاعتماديه، وبشوفها برضو في مرضى الاكتئاب اللي هو بيعمل ايه بقى الشخص ده، بيشخصن الاحداث ازاي. بنتها مثلا سقطت في العربي، مادة في العربي، هي بنتها سقطت في العربي، دي احتمال البنت ضعيفة في اللغة في العربي، عاوزة درس خصوصي، مدرستها في المدرسة مش كويسة، البنت ضعيفة عامة، هي محتاجة دعم يعني وتركيز. لا، أول فكرة تيجي للأم، البنت دي سقطت، أنا أم فاشلة، أنا أم فاشلة. حلو، وهكذا قيس على كده بقى ايه. واحد واحده قاعده مع جوزها، وجوزها سايق العربيه، جوزها عمل حادثه عادي، عربيه تريلا خبطت كسرت له الكبوت القداماني، ولا ايا كان الحادثه. اول فكره تيجي في دماغه، انا السبب في الحادثه، لان انا اللي كنت شغلان، بدل ما انا قاعده جنبه يبقى هو عمال يفكر بنتكلم، يبقى انا شغلته على الطريق وانا السبب. لو شخص بقى كل حاجه تحصل يقول انا السبب، انا السبب، انا السبب، ده هيشيل كتير كده. فما هيشيل كتير ده طبعا هيسبب مرض نفسي. اخر نوع بقى ليبلينج اللي هو العلامات، ان انا احط علامه، اعلم على نفسي، اعلم على نفسي ازاي، يعني انا فاشل، يا فاشل يا فاشل، ادي علامه كده لنفسي. او ست تعلم على جوزها، جوزي ضعيف جنسيا، تحط علامه ليبلينج كده، ليه ست ضعيف جنسين ليه؟ كذا مرة كده المواضيع ما مشيتش وفشلت، عايز اتطلق بقى، بقى انت ديك ديبر يعني في المشكلة حضرتك، ده مرتين يعني الموضوع ما مشيش، انت بقى متجوزين 20 سنة ما مش الموضوع الجنسي ما مشيش 3 4 مرات، ده عادي، مش في المود، ستريس، زهقان، تعبان، في ايه، انت هتشتغلي نفسك؟ لا، بس هي حاطط ليبل خلاص. عشان كده ما بحبش في الامراض النفسيه، بحذر كل المرضى، لو شخصناك النهارده وقلنا ان انت عندك اكتئاب اكلينيكي، مش عاوزك تعيش بهذه العلامه كان دي براند دلوقتي، انت عندك البراند ده ولا عندك العلامه دي، الساين دي، ده مرض هيجي ويروح، ده مش انت يعني، ده انت يا شخص، انت اسمك نادر، دي ما علمتش عليك بالاكتئاب وخلاص وكده لازق فيك، لا، ده مرض هيجي ويروح، ما هوش حاجة ثابتة. فبلاش موضوع، بلاش تعملها برضو مع أولادنا، يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل، شايف بنت خالتك هيبقى 100% في الثانوية العامة وأنت فاشل يا فاشل، هتلزق العلامة وهيدفع كتير عشان يجي لي على جهاله، فبدل ما يدفع لي كتير أوكي بلاش، لا بلاش بلاش تقول الطريقة، تحط يعني ليبلز كده. في طرق طبعا ايجابيه للتربيه يا ريت تستخدمها، يعني انت لو ابنك فعلا حاسس ان هو ما بيعملش اللي عليه، هقول له انت فاشل في وشه. لا، في طرق معينه او رينفورسمنت معينه وبوزيتيف ريوردنج وحاجات كده. اخر حاجه، معلش يا جماعه طولت عليكم، اولويز بينج رايت، اللي هو ان انا صح، انا صح في كل حاجه، في ارائي وفي افكاري وكده، فيبقى داخل في مناقشة مش هدفه المناقشة، هنطلع بحلول، هدفه ان انا اطلع صح، داخل في حوار، في بزنس، المهم انا اطلع صح، وهكذا. anyway يا جماعة انا خلصت،
معلش طولت عليكم، بس هي بس المرة الأولانية، لأن دي الفاونديشنز بتاع الموضوع. اسمع المحاضرة دي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، حلو الكلام؟ عشان دي يعني لو عاوز تعمل شغل معايا يعني في العلاج المعرفي السلوكي ده كويس، اسمع المحاضرة دي كذا مرة. ملخص اللي أنا قلته ده، إن أنا قلت شوية حاجات سميتها معتقدات محورية كور بليفز، زي المعتقد بالفشل، والاعتقاد بالأمل بعدم الأمل، واعتقاد بالهجر، والاعتقاد بالشك، واعتقاد بعدم الأمان، والاعتقاد بالعقاب. كل دي معتقدات قلناها النهاردة. وفي بقى إيه تشوهات فكرية ومعرفية، زي اللي هو بقى إيه التبرير والتعميم واستبعاد الإيجابيات والقدرة على قراءة العقل والأفكار والمنطق العاطفي وتوقع المستقبل والتفكير الكارثي والتفكير الأبيض والأسود والإلزام والشخصنة ووضع علامات على الناس والأشخاص وعلى نفسك. كل دول مشاكل في التفكير. كل دول لخص اللي انت قلته ده حاجات كبيرة يا جدع، ده انت مصطلحات كبيرة. مش هي كبيرة مصطلحات بس، كبيرة طبعا. المتدربين، الناس المتدربين والكونسلر والكوتشز والناس دي لازم يبقى عارف المصطلحات واساميها، هو دي دراسته وده شغله. المرضى او اللي بيعاوز يحسن من صحته النفسيه، انا عاوزك وانت قاعد كده تسمع المحاضره دي، طلع ايه الانواع اللي عندك، ايه اللي انت امس، انا بقول كل نوع ومثال، شوف كده ايه اللي منهم عندك، وحاول تتوقف، حاول تتوقف عن استخدام الطريقه دي في التفكير. انا هعلمك طبعا ازاي بنغيرها، يعني مش سهله موضوع ان انت واحد عنده طبع اللي هو يكبر وتفكير كارثي ويقارن وتقارن نفسها بجيران وعندها الطريقه دي، تغييرها مش سهل، ليها طرق هنتكلم فيها المرات الجايه. بس عشان النهارده احس ان انت استفدت، على الاقل حط لي علم بصبعك كده على الاماكن اللي انت حاسس اللي عايزين نشتغل عليها. فاحنا السؤال النهارده دايما هننهي بسؤال، هو ايه اكتر معتقدات محوريه وتشوهات فكريه اوكي انت بتعاني منها؟ ده السؤال الاولاني. والسؤال الثاني، ايه تاثيرها على حياتك؟ ايه تاثيرها على حياتك؟ يعني مثلا واحده عندها موضوع الكومبير اند ديسبير، اللي هو المقارنه ده، تقارن السلبي بتاعها بالايجابي بتاع الناس، ايه تاثيرها؟ ده عمل مشاكل مع مين، ومع جوزي، ومشاكل مع عيالي، ومشاكل في شغلي، تقول لي تأثيرها. فهي لما تفهم ان اللي هي بتفكر بيه ده بيأثر سلبي، هتبدأ فعلا تتشجع انها تصلح. اوكي okay؟